اليوم عندنا شقة 4 غرف وصالة، مساحة 235 متر في وفاجك داخل مجمع سكني كامل الخدمات. الشقة موقع جدا مميز، المجمع من المجمعات المعروفة، اسمه مافيا شيل جنب مجمع زراي. ده زراي كنت وده مجمع اللي احنا فيه. خدمات كلها موجودة، سيكوريتي، موقف سيارات، مسبح، كل الخدمات موجودة. الشقة زي ما قلت لكم 4 غرف وصالة، 235 متر مربع. الشقة مناسبة للإقامة العقارية. خليني أوريكم الشقة عاملة إزاي. عندي هنا ده مدخل الشقة، بيجي عندي في الطابق دوت بيجي عندي صالة ومطبخ وغرفتين نوم وحمام، وفوق في عندي غرفتين معاهم 2 حمام. خلينا نشوف الصالة. الصالة مساحتها كبيرة زي ما انتم شايفين المساحة عاملة ازاي. بعد كده بيجي عندنا مكان المطبخ، فيه مدخل من هنا، فيه مدخل تاني من الجزء دوت. ده شكله دولاب المطبخ. عندي الفرن البوتاجاز الشفاط، وعندي السخان، وعندي شباك بيبص على مجمع من الداخل. بيجي عندي هنا بلكونة، الشقة فيها 3 بلكونات. ده عندي هنا ديت بلكونة ممكن يقفلها ازاز زي الشقة دي كده. بتبص هنا على المجمع من الداخل، ومن هنا على المدينة بالكامل. الشقة زاوية بص على 3 جهات، طالت المدينة بالكامل. نيجي بعد كده نشوف غرف النوم. عندي هنا غرفتين نوم، عندي هنا دي غرفة، الغرفة مساحتها كبيرة زي ما انتم شايفين. عندي هنا ده حمام، هنا مكان للغسالة، وعندي دي غرفة تانية برضو بيجي فيها بلكونة. خلينا نشوف البلكونة دي كده. البلكونة عندي هنا ده المسجد، هناك بين ماركت، التاكسي، المطاعم، الكافيه، زوارة، كل الخدمات ماشي. طبعا موقف السيارات تحت، تبقى هنا كده. خلينا نطلع الطابق التاني. فوق عندي غرفتين نوم بيجي معاهم 2 حمام. هنا غرفتين نوم، دي أول غرفة. دي هنا جزء خاص بالسرير، وهنا مكان لدولاب الملابس. هنا ممكن نعمل دولاب، وهنا مكان للسرير. وعندي هنا الحمام، مساحته كبيرة زي ما انتم شايفين. بعد كده بيجي عندنا غرفة تانية بالشكل ده. بصوا الغرفة مساحتها كبيرة، معنديش بس غير الجزء اللي عند البلكونة هو بس اللي فيه ميل، لكن الغرفة زي ما انتم شايفين مساحتها كبيرة، وداخلها حمام. شقة بسعر جدا مناسب بالنسبة لأسعار الشقة داخل المجمع أو في المنطقة نفسها، وزائد الشقة مناسبة للإقامة العقارية، دي برضو ميزة مهمة. ده هنا المجمع من الداخل زي ما انتم شايفين، السكيورتي عندي هناك، وهنا طلة مفتوحة بالكامل. هسيب لكم التفاصيل كاملة في صندوق وصف الفيديو.